احد عائلة المتضرر او الطفل الذي نهشته الكلاب الضالة من قصر ماك جمان. شكرا خويا. اودي الكلاب راه قهرونا بزاف، الكلاب راه بداو في الكوريات تاكلوا البهايم، صافي بداو في البهايم قلنا ماشي مشكل، كل واحد كيشد على البهايم ديالو، ولكن دابا انتقلوا في الطفلان الصغار الدراري الصغار، دابا الدراري كيمشيو للجنان ولا الكره كيهجموا عليهم الكلاب، وهذا ما كان كنطلبوا المسؤولين يحققوا هادشي ديالهم، راه هادشي راه ماشي معقول، راه ولا هادشي كينتقل للدراري، راه ما بقاش في البهايم تما كيقولوا الوشاق مات الوشاق، راه ما بقاش الوشاق، هذا راه كلاب الضالة. وكان كان هدي هاد النظرية سميتو السي يحيى مسكين اللي فقد وجهه، وكنتمناو ليه الشفاء العاجل ان شاء الله بحول الله. وشكرا خويا. شكرا ياسر سيدنا. شكرا تحية. بارطاجيو بارطاجيو الخوت، بارطاجيو لإيصال كلمة الحق إلى كل مسؤول. يا عالم ولد واحد اللي عندي، ولد واحد اللي عندي، ولدي ياخذوك الكلام، 11 كلب، 11 كلب يا عالم، واسمع بخاطر الإنسانية، واسمع بخاطر الإنسانية يا عالم، ولد واحد اللي عندي، تكلمت بنتي. دعوتي يا ولدي.